يوم ما تحب تقدم ذبيحة تقول كده الآية، الآية في معلمنا له يقول إيه؟ وعندما أتت أيام تطهيرها صعدوا إلى الهيكل ليقدموا ذبيحة. ها؟ قدمت إيه؟ فرخي إيه؟ يمام يا حمام أو يمامتين. عارفين حضراتكم الترجمة دي كانت لمين؟ كانت لأفقر الناس. لأفقر الناس. يعني تخيلوا كده حضراتكم ربنا ادى لحضراتكم ابنة وابنة وتقولوا لابونا احنا هنعمله في اليوم الفلاني، بنكون مجهزين المصور والجاتوهات ولباس العماد الولد من مصر جايبينه قبلها وعازمين الاقارب وفرحانين فرحه بهجه. طب ده ابنها ومش اي ابن، وتقدم عليه ذبيحه الفقراء، تقول لك مش مشكله، تبتهي ايه؟ نفسي بالله مخلص، كل الحاجات دي ما تهمنيش. اهربوا من بلد لبلد. طب يوسف كان هيشتغل ايه؟ حضراتكم عارفين ان النجار لما بيقعد في مكان بيعمل ايه؟ سمعه، صح ولا لا؟ وبيجيله على ناس على سمعته. طب هو كل شويه عمال يتنقل من مدينه لمدينه، هيعمل سمعه في اي مدينه؟ ما هو كل ما يحاول يعمل سمعه يروح ايه؟ طب كانوا عايشين منين؟ إيه؟ هتقولوا لي من هدايا المجوس. طب وهي هدايا المجوس هتكفيهم قد ايه؟ شايفين حضراتكم؟ يعني سلسله من الالام والاوجاع، ده يكفي واحده منها تخلي شخصيه الست العذراء دي يعني مش شخصيه متكامله خالص، لكن لانها عندها بعد روحي قدرت تتغلب بمعونه ربنا، قدرت تتغلب وكانها بتقول لكل مشكله ترتهج ايه؟ روحي بالله مخلصي. هنضطرب، ترتهج روحي بالله مخلصي. معناش فلوس، ترتهج روحي بالله مخلصي. واصعب الحاجات اللي تبان ان شخصيه الست العذراء قويه هي الاهانه، مش لشخصها، لشخص رب الموت. هتقولي ازاي؟ حضراتكم دلوقتي واحده من حضراتكم، معلش احنا بنتكلم السيدات، ابنها جالها بيعيط، يا ماما ابن مدام فلانه ضربني. اول حاجه تعملها ايه؟ ها؟ حبيبي تروح وزي ما ضربك ايه؟ عايزاك تجيبه ارضي، يعني تنيمه كده. ده ممكن يكون حل من الحلول. تاني حل تروح هي واخداه وفي قمه النرفزه تروح لمين؟ لام. ايه بقى الحوار اللي يدور؟ اتفضل. ايه اللي يدور؟ بلاش ذكره. تالت حل وهو بقى ده الانسب بس للاسف يعني مش كتير بنعمله، نروح لمين؟ لابوه. صح ولا لا؟ تقول لابوه نتصرف في المشكله ديت. الست العذراء حضراتكم سمعت اهانات تخص السيد المسيح. عارفين سمعت ايه عليه؟ به شيطان. واحده تسمع كده على ابنها وهو ماشي انه فيه شيطان، تعمل يعني لو عايزه تقول تقدر تاكل الناس الاكل هتاكل. صح ولا لا؟ به شيطان. بلاها زبون. ها؟ إنه سامري وبه شيطان. مرة تانية كده مختل. مين يقدر يتقبل الإهانات ديت على ابنها؟ صح؟ ومن الكتبة والفريسيين، نتخيل كده في الكتاب المقدس كل الإهانات اللي فاتها رب المجد. وسكير. صح ولا لأ؟ أنهي واحدة في العالم تقدر تتقبل؟ وإن عارفة إن ده قدوس وده يعني رب المسكونة كلها. لكن برضه كانت تاخد هذه الامور وما ايه؟ ما تتكلمش. وطبعا اصعب اهانات كانت عند ايه؟ الصبي. ابنها مخلص العالم يصلب ما بين ايه؟ لصوص. تخيلوا كده حضراتكم ربنا يعني يبعد. لو واحد مثلا ابنه عمل مشكله والبوليس اتصل بيه قال له تعالى خد ابنك ده كذا كذا في الكوميساريه. بيقول له ما يعديش. صح ولا لا؟ ابنها اتصلب بين لصوص. ايه الشخصية المتكاملة ديت؟ ليه؟ عندها بعد روحي، بعد شخصي، ثالث بعد واخر بعد هو البعد الاجتماعي. يعني ايه البعد الاجتماعي؟ يعني كان ممكن الست العذراء تقول انا بحب ربنا من كل قلبي، ماليش دعوة بقى بالناس ولا ولا ولا، وما اختلطش حد، وافضل كده في ايه؟ في بيتي ما اختلطش بحد. لكن بالعكس الست العذراء كانت
شخصية متكاملة عندها بعد اجتماعي. أول ما سمعت نسيبتك أليصابات راحت إيه؟ تجري تساعدها. وأول ما سمعت إن خلاص أليصابات هدلت وإن قرايبها جايين راحت الست العطرة على طول راحت إيه؟ منسحبة. كانت ممكن تقعد تستنى قرايبها لما تيجي على الأقل تسمع لها كلمتين حلوين، لكن الست العطرة قصدت إنها تمشي قبل قرايب أليصابات ما يجوا عشان ما تاخدش إيه؟ المجد منهم. خدمت أليصابات ها؟ ومشيت. بعد اجتماعي. شفناها تاني فين في بعد اجتماعي؟ ها مين يقدر يفكر كده؟ في عرس قنا الجليل، مظبوط. عرس قنا الجليل يبين قد ايه شخصية الست العذراء عندها بعد اجتماعي، مش منغلقة على نفسها. راحت تجامل وقالت من رب المجد ايه؟ تحننت على صاحب العرس، قالت لرب المجد: ليس لديهم خمر، ليس لديهم ايه؟ خمر. اصنع معجزه. هي كانت متاكده انه يصنع معجزه. ليه طب يا عبد عملت كده؟ طب ما انا وسط الناس المعزولين وماليش دعوه. عندهم ما عندهمش، اقدمه ما اقدموش، اهو ساكت. ست العبد تقول لا، ما اقعدش ساكته لاني هنعمل خير. هنحط بهجه. تخيلوا كده كان يعني ما كانش فيه خمر والعرس كده، طبعا حسب التقليد اليهودي كان هو ايه؟ شكل صاحب العرس. تخيلوا كده يبقى يعني مكسوف. لكن الست العذراء دايما ما بتكسفش ولادها، دايما بتحب ان ولادها يكونوا في احسن صوره، فتطلب من رب المجد انه يصنع هذه المعجزه لاسعاد الاخرين. بعد اجتماعي، مش مقفله عن نفسها، صح ولا لا؟ يبقى الشخصيه المتكامله في حياه العذراء عندها بعد روحي، عندها بعد شخصي، عندها بعد ايه؟ اجتماعي. نختم بمقولة إحدى الآباء القديسين، اتأمل كده في الست العذراء وقال مقولة جميلة جدا. قال: يا ريت إيديا تكون زي إيدين الست العذراء. قالوا له ليه؟ عشان هي دي الإيدين اللي حملت إيه؟ المسيح. قال: يا ريت عينيا تكون زي عين الست العذراء. العين اللي شافت السيد المسيح. وقال: يا ريت ودني تكون زي ودن الست العذراء، لأن الودان ديت هي سمعت كلامه الحلو، سمعت عياطه وهو صغير، سمعت ضحكته، سمعت كل حاجة. فإحنا في هذا الصوم ناخد كده حضراتكم تدريب مع بعض، نحاول إن إحنا نتمثل ونتشفع الست العذراء. حضراتكم مهما اتكلمنا عن الست العذراء مفيش كلام يتقال. مهما حبيناها فالسيد المسيح لو المجد حبها اولا. مهما حبيناها فالسيد المسيح لو المجد حبها اولا. لان القدير قد صنع ايه؟ ها؟ عجائب كثيره. نختم بقصه كده قالها ابونا المتنيح بطرس جيد كاهن كنيسه العذراء الزيتون. قصه طريفه وماشيه مع الاحداث الحاليه في مصر. بيقول ان في كنيسة العذراء بالزيتون زي ما حضراتكم عارفين فيها طبعا الزهورات، جه واحد شيخ متعصب جدا ماسك بايده اليمين مسدس سلاح يعني، وايده الشمال يعني بعيد عنكم مشلوله، ودخل يجري على الكنيسه عايز يعمل ايه؟ يقتل الاب الكاهن اللي في الكنيسه. فطبعا راحوا الناس ايه؟ منعوه بالعافيه، يقول لهم سيبوني انا عايز اخش اقتله. طب هو عمال بيقتله، هو كده تعصب عايز اقتله يعني بالعافيه الناس مسكون. قال: طيب ماشي، مش انتوا منعتوني، انا هاجي بكره وبرضه هقتل الكاهن. فطبعا الناس قاعده تقول له ما تروحش الكنيسه، والناس استخبت، في ناس ما راحتش و و و و، لكن طبعا ربنا راحوا ما همش حاجه. جه الراجل المتعصب ده تاني يوم لقوه داخل الكنيسه في هدوء تام. هو ده شبابه ولا ده مين؟ قال لهم: ما تخافوش، انا عايز احكي لكم حكايه. انا اصلا امبارح نمت كنت متغاظ قوي منكم، متغاظ قوي من ابونا برغم ان انتم ما عملتوش حاجه، هو كده. لكن جت لي الست العذراء في المنام وقالت له: صح تعمل كده في كنيستي؟ وقلت له: ده اسلوب ما ينفعش. وبس مش كده، قال كده الراجل: تحننت عليا الست مريم، وكمان ايه شافت لي
دراعي. فطبعا الناس قعدوا يجددوا ربنا، وراح هو فجاه راح صار قال فين ابونا؟ قالوا له انت عايز تموته ولا كان كلامك ولا ايه؟ قال لا انا عايز اروح اقبل القدمين. شايفين حلاوه الست العذراء؟ تحول المر او الجاف الى ايه؟ الى حلاوه. يا ريت نطلب معونتها وهي تشفع لنا امام عرش النعمه ولله الحمد لله.